ندير لكم واحد الطاجين اللي كان عليه طلبات كثيره الاخوات بغاو الطواجن. ان شاء الله غادي يكونوا اقتراحات عديده في رمضان الكريم. بالنسبه لهذا الطاجين اللي غادي نقترح عليكم اليوم فهو ديال الدجاج. غادي نحتاجوا دجاج قطع، يعني السيده تعمل كيلو ونص كيلو جوج كيلو، يعني على حساب عدد الافراد ديال الاسره ديالها. عندنا كذلك حبه ديال البصله كبيره مشولده، عندنا الزيتون، عندنا الحامض مصير، عندنا الحامض هذه القشره ديالو زولت ليه كذلك اللب ديالو اللي هو هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، عندي شويه ديال السمن، عندي خرقوم بلدي، عندي شويه ديال الربيع مقطع، ملي كنقولوا الربيع يعني قزبر ومعدنوس مخلطين، عندي شويه ديال الابزار واحد ربع معلقه ديال الابزار، انا استعملت هنا الابزار الابيض، يمكن لكم تستعملوا الابزار الاسود. عندي كذا هنايا عندي السكنجبير ربع معلقه ديال السكنجبير، عندي شويه ديال الملحه، ما نكثروش الملحه لان غادي نستعملوا السمن والحامض مالحين. عندنا جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، عندي مكعب المرق ديال الضامه ديال الزعفران، ماشي مكعب المرق عفوا، الضامه ديال الزعفران، عندي زيت الزيتون. هادو هما مكوناتنا، ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا غادي ناخذ الطاجين اللي غادي نصب فيه، غادي نخلط فيه التوابل مباشره، غادي نعمل فيه الحامض مصير. هنا يحاولوا تقطعوا وتزولوا لي العلفه، هذاك الحامض مصير زولوا لي العلفه اللي فيه، نديروا الربيع، التوابل اللي عندنا سكنجبير والابصار السمن، ما عندكمش ديروا معلقه ديال الزبده، خرقوا المرق، الملح غير شويه، غادي نضيفوا داك المكعب ديال الزعفران اللي عندو زعفران شعره يديرو. هنا غادي نضيفو شويه تاع الماء اخواتي، نحركو هاد التوابل اللي عندنا. هنا كنتبلو اخواتي الدجاج اللي عندنا، كتلاحظو اننا مضفناش دابا الزيت، الزيت ما غادي نضيفو حتى و كان كنقليو اولا كنشحرو الدجاج واحد شويه عاد نضيفو الزيت. هنا كنقليو الدجاج ديالنا كما كتلاحظو معايا اخواتي، ديما الطاجين تنقولها ونعاودها ما نحطوش الطاجين مباشره فوق النار، ديما تنوضعوا واحد ديما واحد الصفيحه واحد الحديده ولا مقله ديال هذاك المقله اللي كنطيبهم بالسمن ديال وجده، غير ما تسولوني واش نديروا فيها الماء، ما ديروا فيها الماء لا والو، حطوه مباشره ديما. ولا هذاك الغلاق ديال النيدو ولا كاينين دابا كيتباعوا حتى هادو ديال الطواجن راه كيتباعوا متوفرين في الاسواق. ملي تنبغيو نمرقوا الطاجين ما تنخويوش الماء على الجناب، لان ملي تنخويو الماء في الجناب تيطرطق لينا الطاجين، تيطرطق لينا كيدير تشقق من هنايا، ديما تنجيو الوسط وتنخويو الماء باش غادي نبلو والماء ما تيكونش بارد كيكون سخون. هادو كلهم يعني مسائل اللي غتخلي لكم الطاجين ديالكم يبقى عندكم مده طويله. هنا دابا غادي نضيف البصله من بعد ما قليت الدجاج، هنا غادي نضيفو زيت الزيتون واحد ربع كوب تقريبا، هنا غادي نمرق، ما تكثروش الماء لان الدجاج كيطلق الماء، البصله اللي كتطلق الماء، غادي نغطيو عليه ونخليوه يطيب على عافيه مهينه يطيب على خاطر. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما طاب الدجاج ديالنا دابا غادي نضيفو على بركه الله الحامض مصير، لانه هو طويجين في الحامض، نضيفو الزويتنات اللي سلقتهم شويه في الماء مغلي باش تتسول ديك الملوحه اللي فيهم. صافي انا غادي نخلي الطاجين ديالي اخواتي حتى يشرب مزيان وتنقدموه بالصحه والراحه. الطاجين ديالنا اخواتي كما كتلاحظوا معايا ديال الدجاج مقلي كيف تيجي، تيجي لذيذ بزاف هذا الطاجين، ان شاء الله تجربوه من الاعجابكم. اللي ما بغاش ينصبوا في الطاجين يمكن لي يصبوا في طنجره اولا في كوكوت، غير هو الطاجين تيجي لذيذ لذيذ بزاف، ان شاء الله اخواتي تجربوه من الاعجابكم. الى عجبكم بحال ديما ما تنساوش دير لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. خليتكم الراحه الى حلقه قبيله بحول الله.